جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. بالنسبة لإذا كنت بدي أتزوجك أو لا، رح أعطيك الجواب على هذا السؤال إذا الله راد بكرة الصبح. بكرة الساعة 10 منلتقى عند مخفر شرطة كارول باك. الساعة 12؟ ليش لهلا أهلي ما أجوا؟ أنيتا خير، طمنيني عنك. ولا شي، ما في شي، كنت شوي تعبانة، ما يهمك. بتمنى ما تكوني حامل. كنتي عم تستفرغي لهيك سألتك، إذا هيك القصة ياريت تقوليلي. ميلي؟ أنتي عم تحكي عن جد؟ أنا بالعادة ما بمزح بهيك مواضيع أنيتا. أنا ماني مصدقة. ليش بتتصرفي مثل الأولاد؟ ليه ما بتكبري عقلك شوي؟ أنا لاحظت هالشي عليكي. أنيتا أنا ما أجيت لهون مشان أسمع رأيك فيني.